السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريم. ايش اخباركم؟ اليوم قلت اسوي لكم فيديو، نروح الدولار ستور نقضي يوم كامل فيه، نجرب وجبة فطور وغدا وعشاء من الدولار ستور. اوكي، عموما قلت اديكم شوية ابديت لانه كثير بيجيني اسئلة على شفايفي، انه هل هذا روج، هل هذا الليب بلاشينج وكذا. فحوريكم، ما حطيت روج عشان بس تشوفوا كيف شكل شفايفي قبل ما احط الروج، واوريكم ايش الروج اللي استخدمه. سو لسه قدامي جلسة ثانية عشان بس نكون في صورة واضحة. هذا هو شفايفي، شايفة كذا فيها لون هنا لون وردي. قالت لي يحتاج 9 أسابيع عشان يبان التوريد الشكل النهائي. فهذا هو شكل شفايفي قبل ما أحط الميك اب. وبالنسبة للروج اللي أستخدمه لوريال، درجته 201 يا جماعة، 201. أوكي، هذا هو شكله. هذا غلاس هنا يجي، وجهة ثانية سائل ببرش. نحط الروج، هذا هو درجة اللون. خلونا يلا نروح على الدولار ستور، let's go. أول ما جيت أمريكا قاعدة يعني كطالبة ومبتعثة وكذا، طبعا الراتب كان 1800 وما كان يكفي صراحة. أحس إنه ما يجي نهاية الشهر إلا الواحد ما عنده غير 50 دولار، 20 دولار، والله العظيم حق البنزين ولا هذا. فكنا على نهاية الشهر بس نروح نشتري أندومي ونقضي مقاضينا أغلبها من الدولار ستور. فلي ذكريات مع الدولار ستور، وفعلا يعني أسعفني في بعض الحالات، وأغلب الأشياء كانت مثلا مناديل الرو، الله يكرمكم، مناديل الحمام وشغلات هذه كلها أشتريها من الدولار ستور. مواعين، حتى مواعين يا جماعة، والله العظيم كنت أجيب بس صحون بيضة سادة، والله حلوة يعني ما هي بطالة، أشوف نفس الشكل أو تقريبا حتى نفس الشركة موجودة في تارجت وموجودة في محلات فخمة ويبيعوها ب3-4 دولار الصح الواحد. ففي يعني صراحة في بوتنشل المكان هذا، بس مع زيادة الأسعار وهذا ما عاد صار أبو دولار، يبيعون الأشياء بدولار وما أدري كم سنت، 30 سنت أو شيء زي كذا. خلاص خلينا بس نوقف هنا وننزل سوا، يلا. طيب يا جماعة، طلعتكم من السيارة عشان نمشي في هذه الأجواء الجميلة. اليوم طلعت بدون جاكيت، شوية خفيف البرد، فجأة كذا دفي. هذا هو الدولار ستور، خلينا ندخل. فحوريكم السكشنز واحد واحد اللي هو الأجزاء المكان. أول ما تدخلوا هنا كلها أشياء البرثدي والهوليديز، إذا مثلا الحين في إيستر، الحين في إيستر فبينزلوا أشياء اللي فيها أرانب ومدري إيش. سكشن هنا حق الأطفال والمكتبة وأشياء الورقية هنا في النص. أوكي، هذا السكشن كله. بعدين هنا هذا السكشن كله صيدلية، والخلف هذا مواعين، وفي الأخير هذاك بس ثلاجات حقت أكل أشياء مجمدة، خبز وبيتزا وشغلات كذا. تروحوا تشتروها من أماكن ثانية تلاقوها غالية، بس هنا رخيصة كلها، صار أبو دولار و25 سنت، مع صار 1 دولار. إذا في هدايا وغلفها والله عندهم أشياء رخيصة، يعني شوفوا هذا مرة حلو بدولار و25. شوفوا كيف مرة كيوت، ثيم الميرميد اللي هو حرية البحر، مناديل، صحون أو برينسس، فمرة عندهم أشياء جميلة. أو الأولاد ليجوز، شوفوا كيف أكياس الهدايا حقتهم. طبعا عندهم تشكيلة بس مو مرة كبيرة، ولكن عندهم شيء تلاقون أحيانا مرة أشياء حلوة. هذه الأكياس، هذا هو السكشن حق أعياد الميلاد. أنا ما راح أدخل في تفاصيل دقيقة لأنه لازم نروح نشوف الأكل اللي عندهم. طيب شوفوا هالصحون الحين، شوفوا كيف شكل الصحن، مرة حلو. رويال نورفولك، فمرة الصحن حلو، شوفوا حجمه حلو، شكله حلو وأبيض، يركب مع كل شيء، منه حجم كبير وحجم صغير. وهذه الحين نازلة الحين في الأسواق طالعة، فبالنسبة لي أنا ما أحب الألوان هذه في صحون، أحبها بس بيضة أو رصاصي فقط، لكن في ناس يحبوا الألوان، فموجود كل شيء بدولار على
فكرة جماعة، ترى كل دولار ستور يختلف عن الثاني. أنا شفت في اليوتيوب دولار ستور أشياءهم مرة حلوة، فبس أنا مقارنة بهذا، هذا أحسه مرة حلو. للناس اللي يحبوا يسووا سموذيز، ميسن جارز، هذه أشياء تخزين تحطوا عليها ليبلز كذا، يطلع مرة حلوين لما يترتبوا. شوفوا هذا، والله كيوت، not bad، مرة حلو. رحت أخذ عربية عشان نعبيها. أوكي، أحتاج سفنجات، أخذ هذه، كويسة. وهذه النودلز موجودين هنا. هات اند سبايسي، ايش رايكم نجرب الهات اند سبايسي؟ جربوا وجبة غداء. هذا كوكي ساندويتش، شكله حلو ذا، زي البوفيدا بس بالشوكولا من جوا. جربوا. طيب نجي الآن على وجبات الفطور والغداء والعشاء من الفريزر الجميل هذا. رز، chicken fried rice. جرب هذا، خلونا نجرب الوافل حقهم للفطور. اوكي، خلاص نجرب هذا العصير، تفاح وكرانبيري. هرشيز، جرب هرشيز. طيب قلت اخذ برضو مكسرات، فروت النات، هذا واحد. حجتني بالكافي حقهم، في فرنش فانيلا وفي هيزل نات، انا احب الهيزل نات اكثر، سو بجرب هذا. موتشي عندهم ستروبيري، جرب سنيكرز. اوكي جايز، وصلت بالسلامة كل هذا الاغراض ب$15. يلا يا جماعة نسوي فطور. اول شيء حنبدأ بالقهوة، هذه هي اسمها روستد جراوند كوفي بريميوم كواليتي، اسمها ما لها اي اسم، مكتوب بس هيزل نت. سو راح نفتحها. طيب ما ادري عموما حطيت الفلتر ملعقتين، سو وان. ليش هذه الاشياء البيضاء؟ ان شاء الله بس يطلع كويس. ايش هذه الاشياء اللي زي الشعر؟ شايفينها؟ طلعوا كانه الاشياء اللي يخرج من الزرع، شايفينه؟ ما ادري واضح ولا مو واضح، واضح ولا مو واضح، شايفينه؟ في شيء خرج من القهوة، ما أدري إيش هو، بس برضو راح نشرب. يا ربي، أشياء اللي نسويها عشان خاطر اليوتيوب. وعندنا هنا الوافل، خلينا نشوف كيف شكله من جوا، ومفرزن هو إحنا نسويه ولا إيه بالضبط، بس يا جاهز. سو راح أحط لي 2 وافل بالشوكولا جوته مكتوب، فحطه في الميكروويف لمدة كم مكتوب؟ توست، توستر يا عمي، على 5. راح احط هذا السيرب كاسكو برضو، والسيرب العادي حق البانكيك اللي يسوونه في الكورن سيرب الفركتوز، فمرة مرة سيء هذا، مرة مفيد ومرة حلو، وأيضا يعني أورجانيك يعني عضوي، فأنصحكم فيه لأنه ترى نكهته هذا نفس نكهة البانكيك سيرب. والقهوة جاهزة والوافل جاهز، كل شيء جاهز في نفس الوقت ما شاء الله. طيب يلا سيرب، ريحتها غريبة، بس ما اعرف، هذا ريحته شويه مو طبيعيه، ما احسه ريحه قهوه. نو القهوه ما اقدر اشربها. كويس اني انا جايبه اللي هو الشوكليت هيرشي درينك عشان احتياط، فخلينا اروح اجيب بلان بي. alright guys، هذا هو الوافل،
وقلت اجيب الشوكليت هيرشي درينك، هذا جبته كبديل يعني بلان بي، خطه ثانيه. الشوكولا I like. هذا هو شكل العلبة اللي بيروح يجرب. فهنا نشوف الهرشي. ميلك شيك كريمي، فيري كريمي، ترى مرة ثقيل، حلو وحالي، مرة حالي. للناس اللي يحبوا حلا كثير حيعجبكم. وكذا انتهينا من وجبة الفطور. حابة اكل مكسرات الحين. اوكي، مكتوب عليه fruits and nuts blend. ركزوا على تاريخ الانتهاء يا جماعة، بالذات من محل الدولار ستور. شايفين معايا؟ ما عليه ولا ملح ولا شيء، خسارة. بس كده صحي أكثر. مرة لذيذ. Later. اوكي جايز، جاء وقت الغداء وجبت شيئين، ما ادري ايش اللي حاكله وقت غداء او ايش اللي حاكله في العشاء، بس عندي رز بخضار وشويه دجاج، وايضا عندي نودلز حار، فشكلي حبدا اكل النودل الحار عشان ما ابغى انا احرق معدتي في الليل قبل ما انام. فنجرب الحار في الاول وقت الغداء وبعدين ناكل الرز في الليل. طيب، فراح اروح اسوي النودل انا، اجهزها وارجع لكم. هذا هو غدانا اليوم. يس، فلفل مرة حار. So الله يستر، اسمها Volcano Mongolian Beef Flavor. So عندنا هذا هو الصوص الأحمر الحراق، وهذه مدري إيش، وهذه خضروات. So بس هذه النودل like that. Okay، فحنحطها في الميكرويف لمدة 5 دقائق. يلا بينا. 5 minutes later. Alright guys, the noodles اهي جاهزة، انطبخت وحارة لسه، ما ادري استناها تبرد شوية. طبعا زي ما انتم شايفين عندي زكمة، فهذا شيء ان شاء الله يفك خشمي كذا واصير اعرف اتنفس مزبوط. فيا خلونا نبدا. بسم الله. ما ادري، احس نصه مطبوخ كويس ونصه كذا يعني النودلز كذا جاية فيها بياض من جوا، احس لسه ما استوت. بس خلونا نجرب قبل ما احط الصوص الحار. شوف الصوص الحار اهو، لسه ما حطيته، فراح اجربه قبل عشان اقول لكم يعني تقدرون تاكلونه قبل او بعد، يعني حار او مو حار. اوكي، واو. يا جماعة، وكمان زيادة هذا. واو، نو واو، this is so hot my goodness. هذا لحاله لوحده تحدي بحد ذاته. فنو مرة حار يا جماعة. واو، أثار إنه في فلفل، شوفوا فلفل حمر. يمكن لما أستمر الحرارة تروح. فولكينو صح، اسم على مسمى. اوه، معدتي بدأت تحرمني. الله، ترى هذا اللبن بس لي يعني. واو، تو ماتش، ايش الحرارة هذه؟ شوف قد ايش حاطين فلفل هنا، درجة الحرارة شايفين كيف؟ شيء مو طبيعي. اوه ماي جاد، 6 فلافل. والله انفك انفي. والله صار كان واحد مسدود وواحد لا. خلونا نجرب هذا، نشوف اذا مناسب وحلو.
أوه حلو إنه مكيف، ممتاز. طبعاً اسمه إيه؟ breakfast sandwich. بس اسم الشركة سوبسك. سوبسك. very nice. شوفين كيف؟ شوكولا زي البلبيرة or digestive وجوته شوكولات. بسم الله. اوكي الفرحة ما تمت. طبعا لما ذقت هذا اتصورت انه يعادل هذا الطعم، بس لاني مسوي المقارنة في راسي وعارفة طعم هذا جدا لذيذ، وبعدين اجي اذوق هذا مو نفس الطعم، ف يعني خلاص يخبص الميزانية عند الواحد. احسه مرة ما احسه حلو، مرة ما احسه حلو. فهروح اسوي طبق الرز الحين. اوكي يلا بينا. 2 minutes في النص. 2 minutes. وجبة العشاء جاهزة اهو، كذا شكلها رز وخضروات مع وصلة دجاج. بسم الله، والله لسه معدتي محروقة من النودلز. بسم الله. اليوم تعذيب بصراحة في الأكل، مرة تعذيب. مطعم، مرة مطعم. معدتي فاضية، لازم أكل شيء صح؟ أول وآخر مرة، أول وآخر مرة. بس عشان الرز يمسك المعدة عشان الحرقان يروح، بس هاكل لي كم لقمه وخلاص. مره ماني قادره. ترى مره طعمه زي الحديد، طعم كده غريب، طعم تخزين، والرز زي الحب ما هو مطبوخ. طيب يا جماعه خلونا بس شويه ننزل الطعم اللي مو كويس بالعصير هذا، اخر شيء اشتريته، وايس كريم. ننهي الفيديو بايس كريم. اشتريت الماي موتشي بالفراوله، واشترينا سنيكرز. اوكي فحنجربهم الان. خلينا اجيب كاسه بس عشان احط العصير. يا رب يا رب يا رب يطلع العصير طعم، لاني مره مقهور انه ما في شيء طلع كويس. اوكي لازم حوسه، دامرين في الموضوع لازم حوسه صح. هذا هو المشروب. This one is good. من شركه اولد اورشارد، بس لذيذ صراحه. الآن خلونا نجرب السنيكرز. نفتحه، فحبدأ آخذ ملعقة كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، إن شاء الله ما يضرني. في ملعقة غلطة. طعمه نفس السنيكرز، مرة لذيذ. أوكي آيس كريمز أي ثينك يطلعوا طعمهم كويس. نيجي الآن للمايموتشي ستروبيري. نجربه. بسم الله. نفس اللي جربته من والمارت، اذا ما كان يعني فريش اكثر، ما ادري ليش هذا فريش اكثر من اللي اشتريته من والمارت. سو يا الايس كريمز طلعوا جيدين. اتصورت المنتجات تطلع حلوه وبقول لكم يعني جربوها، ويعني حرام تخسروا فلوسكم وتلقوا خيارات اخرى ارخص، بس للاسف ما ادري، حسيت اني وجبات الرئيسيه ما استمتعت فيها، المكسرات الاشياء الجانبيه طلعت جيده. عموما هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله انكم استمتعتوا معايا. بليز اللي مشترك اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات القادمه. باي.